شباب الريف الحسيمي في هذا الشوط الاول عنده واحد النسبه المئويه 39%. هذا هو اللي كيتبين شويه الضعف ديالو في هذه المقابله، ولكن الضعف ديالو راجع لواحد لونكاجمون فيزيك ديفونسيف ديال الفريق ديال طنجه. دي جي يونس نابل يوسف ان بون ديفونس بيان افونسي. اوكي كون اتاك معطيات اكيد تصب في مصلحه يعني هذه المواجهه بين الاتحاد وشباب الريف الحسيمي. 31 مقابل 28 في الوقت اللي كانت البدايه قويه وقويه جدا من جانب فريق شباب الريف الحسيمي، لكن لاحظنا انه يعني تدريجيا بدا فريق الاتحاد في العوده لاجواء المقابله وتمكن من اكيد من التقدم على مستوى نتيجه هذه المواجهه خصوصا في الشوط الثاني. تصبح النتيجه مع اكيد مع النهايه ديال الشوط الثاني 31 مقابل 28. مدرب قجاج هنا سمعنا بانه طلب اللعابه ديالو باش دائما يكون هذاك الديفونس افونسي، لان هي اللي حاولت باش تحصر اللعابه ديال شباب الريف الحسيمي اللي بكل صراحه نبيل نسبه قايم بواحد الدور ديالو في هذه المقابله كموزع. والمفاجاه الايجابيه ديال الفريق ديال طنجه وهو اللاعب رايت، لاعب رايت امريكي اكيد لاعب بامكانيات جيده، امكانيات لاعب اللي كانت عنده تجربه في ليبيا اظن زوحي بالفعل كانت عنده تجربه في ليبيا، الان يقدم الاضافه لفائده فريق اتحاد طنجه. اتحاد طنجه مع البدايه سيبحث من خلال هذه المحاوله فريق الاتحاد، لكن كره ضايعه تعود لشباب الريف الحسيمي. فرصه اولى، فرصه والنقطتين شميله 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 جميلة من جانب عناصر فريق شباب الريف الحسيمي. هذا اللاعب نيناد زيفيفيتش اللاعب المقدوني في صفوف شباب الريف الحسيمي، كترجع لفريق الاتحاد من جانب اللاعب راشيمون رايت. وصلت ليوسف وحريك، كرته ضايعه ارتباك مع البدايه من جانب فريق الاتحاد. تصل هذا اللاعب رقم 9 كريم نسبه، وصلت الجهه اليمنى عادل المقصود لاعب المنتخب الوطني. البحث من اجل اكيد استغلال هذه الفرصه، لكن الرميه كانت غير موفقه من طرف اللاعب ريدا غاليمي لاعب المنتخب الوطني. من جديد في وضعيه هجوميه من جانب الاتحاد، محاوله يعني كان قريب يسجل النقطتين ويستفد كذلك من رميه حره، لكن كنظن بانه يعني تابعنا كان اكيد ما كانش موفقه ما كانش محظوظ اللاعب فريق الاتحاد. هنا اللاعب جوناثان وهم شويه غنيمي في الدفاع لانه دخلوا الوسط المنطقه ديال لا زون ودار رونفيرسمون افيك ان شونجمون دو بيت بيفو مشى بلا مان كوش وحصل على الخطا. شوفوا الرميه الحره غتكون من جانب اللاعب جوناثان تشونس. جوناثان ما كانش موفق في الرميه الاولى، شوفوا الرميه الثانيه دائما من جانب جوناثان اللاعب الامريكي اللي كانت عنده تجربه في لوكسمبورغ. الان رفقة الاتحاد هذه فرصة ضايعة من شديد، جوج الرميات حرات بالنسبة لفريق اتحاد طنجة، رميتين حرتين تضيع تعود شباب الريف الحسيمي. شوفوا الكرة ديال رضا غريمي لفائدة كريم نسمة في الجهة اليسرى لعادل المقصود. ماذا يشير الحكم؟ يشير او الحكمة تشير خطأ اكيد سمير القرناوي او عفوا شاينز، بالفعل شاينز بوستا حكم الثانية بالفعل. نشوفوها ان شاء الله في الالعاب الاولمبية. وكذلك حضور اسم نسوي اخر هي سمير القرناوي، وكيف تحدثت على اكيد شاينز اللي غنشوفوها ان شاء الله في الالعاب الاولمبية، وهذا مكسب كبير بالنسبة للتحكيم الوطني فيما يخص كرة السلة. كانت هذه موفقة من طرف اللاعب موليفا اكاستون اللاعب الكاميروني في صفوف شباب الريف الحسيمي، كيتمكن من تسجيل اكيد نقطتين. تصبح النتيجه 32-31. الان الفريق يعني يصب في مصلحه لفائده فريق شباب الريف الحسيمي. هنا شباب الريف الحسيمي دخل بطريقه اخرى، داك الشيء اللي خلاه باش يسجل 4-0. وهنا ممكن اللاعب رايت اللي هو اللي كان كيقود الهجوم ديال الاتحاد ما بقيناش كنشوفوه في ذاك لونغاجمون وديك الانتونسيتي اللي كانت عنده في الشوط الاول. 32-31 تقدم ديال شباب الريف الحسيمي على فريق الاتحاد. كرة ترتد كنلاحظوا انه يونس الادريسي فا يعني مجموعه من الكرات يعني ما تمش استغلالها من جانب هذا اللاعب، كيبان هناك ارتباك في الاداء ديالو.
لاعب إمكانيات جيدة اللاعب يونس الإدريسي اللاعب الدولي خريج مدرسة الأولمبيك خريبكا أكيد واللاعب السابق ديال أمل الصويرة. نشوفوا الرمية الحرة الثانية من جانب هذا اللاعب لاعب فريق الاتحاد تلعب من يونس الإدريسي يبحث على نقطة التعادل ضايعة ضايعة تعود تعود الشباب الريف نعم. الحسيمي اللي لاحظنا زعزوعي بأنه يعني نفس المعطيات البداية ديال المواجهة يعني لاحظنا أنه التفوق ديال شباب الريف الحسيمي تراجع ديال اتحاد طنجة بعد ذلك يعني مع توالي الدقائق بدأ فريق اتحاد طنجة يستعيد العافية لكن كنظن بأنه نفس المشهد يتكرر بالنسبة لانطلاقة ديال هذا الربع الثالث. الشباب الريف الحسيمي في وضعية هجومية شوفوا هذه فرصة كتجي من جانب لاعب عادل مقصود تدخل شميل 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 من يونس الإدريسي كيقوم بعملية ديال التدخل في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة عملية ديال إعاقة التصويب كتجي موفقة من جانب هذا اللاعب من جديد شباب الريف الحسيمي شوفوا الكرة ديال اللاعب كريم نسمة خطأ يشير الحكم خطأ يشير الحكم ضد اللاعب الراشد والرايت هذا اللاعب رقم خمسة في صفوف فريق اتحاد طنجة يمنح شباب الريف الحسيمي رميتين حرتين الآن غتكون من جانب كريم نسمة لاعب أكيد مهم في التشكيلة ديال شباب الريف الحسيمي قيم الدور ديالو اليوم قبل اليوم قيم الدور ديالو كرة أولى غير موفقة رمية حرة أولى غير موفقة من جانب هذا اللاعب شوفوا الرمية الحرة الثانية ضايعة كذلك ضايعة كذلك من جانب هذا اللاعب الحكم أو الحكمة تشير الحكمة سميرة نبهت شاينز بأنه فعلا الكرة لصالح شباب الريف الحسيمي إذن كترجع شباب الريف الحسيمي نينات لاعب المقدوني هذا عادل المقصود لاعب المنتخب الوطني عادل المقصود البحث على الثلاثي لكن ضايعة ضايعة ترتد تعود فريق اتحاد طنجة وجمهور ترتد تبعو هذه المحاولة هذه فرصة من شريف يوسف وحريق خطأ 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 برشي ديال خطأ ماشي ضد لاعب يوسف وحريق ضد لاعب فريق اتحاد طنجة يوسف وحريق أكيد من الأخطاء اللي أكيد نتمنوا ما تتكررش بهذه الطريقة اللي تبعناها في مجموعة من الكرات سواء من فريق اتحاد طنجة أو فريق شباب الريف الحسيمي نشوفوا محاولة مقطوعة تمشي لفايدة الاتحاد شميلة 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 المحاولة لهذا اللاعب نبيل العمراني لاعب السابق للمولودية الوجدية لاعب السابق للمولودية الوجدية تمكن من استغلال هذه الفرصة تصبح النتيجة 33 للاتحاد و 32 لشباب الريف الحسيمي خطأ ماشي من جديد غنخليك تعليق صحيح على هذه الأخطاء وهنا هاد السله اللي سجلت الاتحاد طنجه خلات باش شباب الريف الحسيمي باغي يرجعوا عاوتاني حتى هما يديروا داك الاجوبه بسرعه داكشي اللي خلى باش دار هاد الخطا مارشي الفريق الاتحاد في وضعيه هجوميه تابعوا اللاعب اللي كان صاحب التصويبه الجيده اللاعب نبيل العمراني نبيل العمراني لكن كورتو ضايعة ضايعة ترتد تعود ترتد تعود تمشي للشباب الريف الحسيمي ملاحظ كثرت الأخطاء كثرت الأخطاء في هذا الربع الثالث حتى السكور ديال 4 لجوج لصالح شباب الريف الحسيمي لا دابا شباب الريف الحسيمي سجلوا 4 ديال النقاط ديال الفعل وجوج ديال النقاط عند اتحاد طنجة فعلى لعبنا تقريبا 4 ديال الدقائق كتبقى الحصيلة أكيد حصيلة ماشي قوية بالنسبة للبداية ديال هذا الربع الثالث مشت الشباب الريف الحسيمي كريم نسمة
كريم نسبة التمرير لفايدة رضا كريمي 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 خطأ خطأ ماشي كان الدفاع كان الدفاع الطريقة كتكثر الأخطاء كيبان هناك تسرع من جانب اللاعبين لا لفريق الاتحاد ولفريق شباب الريف الحسيمي. أكيد في المدرجات جماهير الحاضرة بصوت واحد هو الاتحاد يساندون فريق الاتحاد في هذه المواجهة هو شباب الريف الحسيمي أحد الفرق التي تؤكد حضورها بشكل قوي وقوي جدا. أكيد فريق اللي أعطى ديناميكية كبيرة لأجواء البطولة هنا انضم الفرق اللي بدأت تؤكد الحضور بشكل قوي فريق الفريق الريفي فريق شباب الريف الحسيني. تابعوا كرة لفائدة عادل مقصود وصلت لرضا غليمي غليمي أكيد كيبقى من اللاعبين اللي طوال القامة بشكل واضح ومؤثر وكيتحصل على دور رميتين حرتين لفائدة فريق شباب الريف الحسيني 33-32 فارق ديال النقطة. ما شفناش بكل صراحة شي مستوى عالي في هذا الربع الثالث بالفعل نتمنوا تدريجيا يعني يرتفع الإيقاع والأكيد مع هذه النتية ومع هذه الرغبة الجامحة من جانب كل فريق أنه يفوز بهذه المقابلة. غنتظروا تشويق خاص مع توالي دقائق. كرة كتمشي ريفية من جانب موليفا كاستور الكاميروني أوي كيتحصل على رميتين حرتين يتحصل الكاميروني موليفا كاستون عن الرميتين حرتين لفائدة الشباب الريف الحسيمي. خطأ الآن غتكون أمامه فرصة أنه يعني جوج ديال النقاط 34-33 فريق نقطة والتقدم لفائدة الفريق الريفي. اللاعب رايت ديال الاتحاد كان ممكن قزاز يخرجوا شوية يرتاح رايت شميل 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 جوج ديال ونقطة كتجي من خلال رمية حرة ثلاثة ديال النقاط مكسب كبير وكتصبح النتيجة 35-33. نشوفوا الوضعية الهجومية ديال فريق الاتحاد. هذا اللاعب يوسف وحريق مشات مباشرة لراشيم الرايت هذه محاولة من جانب هذا اللاعب جوناثان جونز 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 يستغل هذه الفرصة ويتحصل على رميتين حرتين لفائدة فريق الاتحاد. عنده الفرصة باش يدير التعادل بالفعل قبل أكيد يعني كتشهد تشويق خاص فيما يخص دقائق هذا الشوط الثالث. تابعنا أكيد الكرة الأولى من شارب دائما نفس اللاعب نشوفه من جديد جوناثان صباح النتيجة 35-34 فريق ديال النقطة ضغط كرة وكيد الكرة الأخيرة كانت بالشكل الجيد من جانب اللاعبين ديال فريق اتحاد طنجة. نشوفوا المحاولة ديال شباب الريف الحسيمي كريم نسمة كريم 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 يبحث على الحل ماذا يقول الحكم يشير بخطأ أظن لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي. أجواء من التشويق تطبع أكيد ديربي الشمال 35-34 كما نتابع يا السادة والسيدات عشاق كرة السلة الوطنية كرة السلة الوطنية التي تبحث من أجل العودة دائما لسكة التألق. أكيد هناك مجموعة من المجهودات المبذولة أكيد تحسب على مستوى الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. أكيد نأمل أنه الجمهور المغربي يساهم في هذا المشروع خصوصا على مستوى الحضور الجماهيري كذلك نفس الشيء بالنسبه للانديه الوطنيه. هذه محاوله كانت طنجاويه وصلات ريفيه نشوفوا هل يتم استغلالها من جانب اللاعب كريم نسمه. كريم متالق بشكل واضح في تشكيله شباب الريف الحسيمي. كريم ضيع كورته كريم ضيع كورته كريم كان كريم باهداء الكره لفائده فريق اتحاد طنجه. لا خروج اللاعب الادريسي اللي درت ديال الاخطاء هنا شفنا اللاعب ورايت ضيع واحد جوج محاولات كيف شرط من قبل كان بدا كيبان عليه شويه العياء. شوفوا اذا فرصه هجوميه تجي من جانب فريق الاتحاد اللاعب نبيل العمراني
مشات لجوناثان جونس سميده 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 منه هذا اللاعب كانش محظوظ، لكن ما كانش محظوظ. هنا كنتكلموا على الحظ، كنتكلموا على اكيد بقليل من الحظ كان قريب انه يسجل جوج ديال النقاط. كره لشباب الريف الحسيمي، كريم الاسماء وصلت لعادل مقصود، مقصود يقصد الشبكه ويبحث على النقاط الثلاث، لكن غير موفق. اكيد كنلاحظوا صحيبي انه يعني الفارق ديال النقاط تجمد في 35-34 فارق ديال النقطه. كبدات كتبان واحد الكريسباسيون على اللعابه كلهم، لا ديال الاتحاد لا ديال الشباب الحسيمي. هنا كنتحدثوا على التسرع، كنتحدثوا على مجموعه من الامور التي يجب انه يتم اصلاحها من جانب الفريقين. هذه الكره كتضيع على فريق الاتحاد. اذا الان 35-34 صحيح. اكيد يعني هذا الشوط، الشوط الثاني كيبان بانه هناك ارتباك واضح من جانب الفريقين معا. انا كنشوفوا بانه طرو ديشي، لانه ما بقاش ذاك النهج التكتيكي للعب الجماعي بلا ما تكون ديك لا بريسيبيتاسيون. كنشوفوا ديشي اكثر المحاولات اللي كيضيعوا اكثر من المحاولات اللي كيمكنهم يسجلوا الفريقين معا. هنا باش كيبان الدور ديال الموزيع، الموزيع هو اللي خصو يدن. ترجع الشباب الريف الحسيمي، عادل مقصود في وضعية هجومية للفريق الريفي. تمرير كيمشي لياسين مصلح، ضايع. ارتباك، ارتباك، ارتباك واضح، ارتباك واضح. يمشي كرة لفريق الاتحاد، لاعب عبد الرحيم نقر، راشي مورايت اللاعب الامريكي، كتوصل امريكي الاخر كاداريان ريناس. خطا لفائده فريق، خطا ديال بولي باغاستون شباب الريف الحسين على ريناس. زدنا ننتظر اكيد ارتفاع الايقاع بالنسبه لهذا الشوط الثالث. مقابله اكيد مثيره، نتمنوا انه يعني اجواء المنافسه هذا الموسم شهد نديه كبيره بين الفرق. دي فورسو ثلاثه نقاط، سميله 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 من يوسف وحريك، سميله من يوسف وحريك سجل ثلاثه ديال النقاط ورجع استخلص الكره بالفعل. هذا هو الجميل من جانب هذا اللعبه. دي فورسو كانت سميله، كانت سميله. وتابعوا معي التفاعل، تفاعل من جانب طاقم فريق الاتحاد. أكيد محاولة ريفية، ريفية شميلة شميلة شميلة، لكن ضايعة ضايعة ضايعة. هناك خطأ يقول 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 الحكم صارم صارم صارم. أكيد كنتابعوا التدخل من جانب هذا الحكم صارم على مستوى القرارات، يطبق القانون وتابعوا يعني عنده طريقة وعنده كاريزما خاصة به حكم هذه المواجهة. حكم زياد، حكم دولي، حكم دولي. تنذكر نتيجة 37 للاتحاد 35 لفائدة شباب الريف الحسيمي. غتكون كرة من جانب الفريق الريفي. نشوفوا الرميتين حرتين، موليفا غاستون الكاميروني، موليفا موليفا موليفا، جميلة من موليفا، نقطة لفائدة شباب الريف الحسيمي. إذا الآن 37 36 37 36، فرصة من أجل التعديل من جديد من جانب اللاعب الكاميروني موليفا كاستون. يضيع الفرصة وترجع مباشرة لفائدة فريق الاتحاد، ويضيع كذلك كنظن بالفعل كيضيع. إذا كترجع لشباب الريف الحسيمي. هنا نبيل عمراني ما كانش يدير عليه واحد لوسو باش ياخذ الكرة، هذاك لوسو ملي نزل حط الرجلين بجوج تما قطعت ليه. إذا فرصة في وضعية هجومية لشباب الريف الحسيمي. فلاديمير تصل لعادل مقصود، عادل مقصود يبحث على الحل في هذه الفرصة لشباب الريف الحسيمي. تابعوا المحاولة ريفية لكن ضايعة من كريم نسبة، تعود طنجاوية، طنجاوية خطأ بالفعل. رميتين حرتين، خطأ ديال رميتين حرتين لفريق اتحاد طنجة. إذا 37 36 فارق ديال النقطة، والآن جوج ديال الرميات بالنسبة لفريق اتحاد طنجة غتخليه انه اكيد يبحث من اجل الرجوع. كنتابعوا ردة الفعل ديال هذا اللاعب، لاعب نيناد زيفيتش، لاعب المقدوني في فريق شباب الريف الحسيمي. اكيد اجواء
يطمعها التفاؤل بخصوص كل فريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. إذن 37 مقابل 36 فارق ديال النقطة على فرصة من أجل إضافة نقطة. لا كنشوفوا ريميط الحراك يضيعوا بزاف بشكل واضح عند الاتحاد بشكل واضح. 37 36 جميلة الكرة الثانية جميلة من يوسف وحريك. يوسف وحريك 38 36 فارق ديال النقطتين لفائدة فريق الاتحاد. يبحثون شباب الريف الحسيمي أجل استغلال هذا الفرصة. خطأ واضح. خطأ أنتي سبورتيف بينهوش شد اللعب غليمي بالفعل واضح. دار لي بلوكاج برجليه. إذن 38 مقابل 36 فارق ديال جوج ديال النقاط. إذن غنتابعوا أكيد الفرصة ديال فريق الاتحاد. لاعب إسماعيل بواكو غالبا من الربع الاخير هو اللي غيكون اسماعيل بواكو. بالفعل غيكون حاسم على بعد دقيقه و27 ثانيه. كره ضايعه اولى لاسماعيل بواكو خريج مدرسه اتحاد طنجه. تم محاوله ثانيه ناجحه من جانب بواكو مع امتياز الكره اكيد لفائده فريق الاتحاد. إذن 39-36 فارق ديال ثلاثة ديال النقاط. فريق شباب الريف الحسيمي الآن غيبحث من أجل عدم ترك فرصة لفريق الاتحاد من أجل إضافة هدف أخرى. هذه محاولة لكن تصطدم بالحلقة. تعود لفريق شباب الريف الحسيمي في وضعية هجومية يقودها عادل مقصود. استلام من ياسين مصلح لفائدة عادل مقصود. وصلت الجهة اليسرى كانت من ياسين مصلح. نتابعوا هذه المحاولة نيناد زيفيفيتش. ياسين مصلح هذه مقطوعة طنجاوية. فرصة كيت بشكل كبير. ذكاء كبير جدا من جانب اللاعب راشيم والرايت. يعني عرف كيفاش يستاخل فرصة يسجل نقطتين ويتحصل على أكيد فرصة إضافة هدف أخرى من خلال رمية حرة وحيدة. شباب الريف الحجمي بعد خروج اللاعب موزيع نسبة ولا عادي المقصود هو اللي كيقوم بذاك الدور هذا. ولكن راشيم والرايت نقطة من هذا اللاعب الأمريكي. نقطة من اللاعب الأمريكي راشيم والرايت. يتمكن ويمكن فريق اتحاد طنجة من بلوغ سقف 42 نقطة مقابل 36. كرة لشباب الريف الحسيمي الجهة اليسرى. نياد كتمشي لعادل المقصود. مشات على مستوى الجهة اليسرى رضا الغريمي. الغريمي لفائدة من؟ لفائدة فلاديمير. هذه فرصة لكن ضائعة كانت من طرف اللاعب نيناد. رجعت طنجاوية من جديد. حتى الجمهور الطنجاوي الان يعني خلق ديناميكيه كبيره في المدرجات. ورايت غادي يحاول يلعب على جوج ولا ثلاثه ثواني عاد يسدد. بالفعل راشيم والرايت جميله منك يا والرايت في اخر الثواني واخر اللحظات من الربع الثالث. يمنح اكيد مشاهدنا الكرام اكيد التقدم بحصيله 44 مقابل 66. اكيد اجواء حماسيه في المدرجات. اكيد اجواء حماسيه من جانب الجماهير التي تتابع طوال هذه المقابله. اكيد تحيه كبيره لنا لفريق اتحاد طنجه وكذلك لفريق شباب الريف الحسيمي اللي في بعض اللحظات كانت اجواء جميله. داكور جود ديفنس ناو مان تو مان ناو مان تو مان افتر وي كان تشينج. Let's
حارسه واضحه من نزيل كوسيزيفيتش، وكذلك قبل هو احمد قشاش، قشاش اللي لاحظنا انه يعني الخطه اللي عطى اللاعبين ديال الاتحاد، فكيبان بانه اكثر اصرار الان يحاول يربك الهجومات ديال فريق الشباب الريف الحسيمي. قجاج كمل الربع الثالث بدفاع المنطقه ديفاس دوزون، دابا في الدخول ديال الربع الاخير طلب منه باش يرجعوا عاوتاني الديفونس انديفيديال افونسي. زيلكو نبه اللعابه ديالو بانه راه هما اللي كيعطيو الماتش، لانه لي بيرت دو بال هما اللي كيخليو باش المقابله ما انتهتش، بالرغم انه كنشوفوا كاين فريق طبيعي الحال 44 36 شباب الريف الحسيمي في وضعيه هجوميه. هذا النعاد المقصود وصلت لفلاديمير، فلاديمير محاصر من جانب اللاعب عبد الرحيم نكر، فلاديمير تمرير كتمشي لكريم نسمة، كريم نسمة في الجهة اليسرى الارتقاء من جانب عادل مقصود، جميلة كانت جميلة 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 جميلة. إذن 44 مقابل 39 هكذا هي المعطيات أيها السادة والسيدات عشاق كرة السلة الوطنية عبر قناة الرياضية في ديربي الشمال هنا من قاعة زيتا بمدينة طنجة. نأمل أن يتوصل التشويق فيما يخص هذا المقابل. عدي شميلة البحث على الثلاثية ثلاثة ديال النقاط، ويتمكن إسماعيل بوكو من استغلال الفرصة والحصول على رميتين حرتين لفائدة فريق الاتحاد، رميتين حرتين لفائدة فريق الاتحاد. يوسف وريك وحريك قيم بواحد الدور مهم في صفوف الفريق ديال الاتحاد. شوفوا الان اسماعيل بواكو اللي تبعناه صحي يعني ضيع يعني مجموعه من الكرات باش هو قال هذه ملاحظه اكيد يعني تسجل بالنسبه لمجموعه من اللاعبين اللي ضيعوا كرات يعني الكرات السهله الكرات الحره. هذه اكيد كتعطي التوفيق من جانب اسماعيل بواكو. 45 39 شوفوا الرمية الحرة الثانية، وبعد ذلك نعود للغة المعطيات والأرقام رفقة محمد الزعزوحي. نشوفوا الرمية الحرة الثانية لفائدة الاتحاد، يريد أن يحلق بانتصار. جميلة هذا الكرة نقطة الثانية. الربع الثالث ما عطاش واحد ليفوليسيون بوزيتيف من ناحية هذه الستاتيستيك، كنلقاو 30% عند الفريق الاتحاد وكنلقاو 35 عند الشباب الحسيمي. هذه فرصة لشباب الريف الحسيمي. خطأ كان واضح تدخل ضد اللاعب نيناد، اللاعب المقدوني نيناد زيفيفيتش، كيتحصل على رميتين حرتين لشباب الريف الحسيمي غيبحث من خلالهم لتقليص فريق النقاط. محاوله ضايعه حتى البنت في الطريقه ديال يعني التنفيذ ديالو بان ما بانش فيها تركيز كبير. في هذه اللحظه رميه الحره كيسواو الثمن بالفعل، والنقطه كتسوى شيء كثير. هذه شميله جميله من لاعب نيناد، كيتمكن من تسجيل النقطه رقم 40 الان فريق ديال الاستاد نقاط 46 مقابل 40 46 مقابل 40. كره لفريق الاتحاد، نبيل العمراني مشات مباشرة لإسماعيل بواكو، وصلت في الجهة اليسرى، هذه فرصة دائما الأمريكي راشيم والرايت يرسم أكيد يعني إبداع من صحة التعبير على مستوى مجموعة من الكرات، خصوصا يعني الرمية ديال ثلاثة النقاط وكذلك يعني بعض الكرات بطريقة سلام دانك، فأكيد كتعطي متعة وفرجة وإثارة بالنسبة لأجواء هذه المقابلة. كرة لشباب الريف الحسيمي، محاولة فرصة ضائعة ترتد، كيبان يعني بدا كيبان واحد الارتباك اللي كنلاحظوا في مجموعة من المحاولات ديال شباب الريف الحسيمي اللي من خلالها كيضيع عليه يعني الفرصة ديال تقليص الفريق. 48-40 الفريق ديال 8 ديال النقاط. هذه محاولة كانت من الرايت ضائعة، مشات من جانب كريم نسبة، كريم يبحث على الحل، تصلي نيناد، فرصة من جانب رضا الخليمي ضاعت كورتو، ترتد تعود لفريق الاتحاد. هكذا هي الاسوا، هكذا هي اكيد المنافسة من جانب الفريقين. مشات من موليفا، هذه فرصة جميلة من بدر وسوكا
عنده رقم 12 عبد الرحيم المنقر. اذا عبد الرحيم المنقر لاعب السابق ديال المغرب الفاسي بالفعل. اذا كيتمن الشارب عبد الرحيم كانت جميله منه 50 مقابل 40. اول مره الفرق يوصل 10 نقاط النقاط. Don't be excited, guys. Now, panic. Correct the defense and go with easy basket. Correct the defense. Move the ball, everybody. Touch the ball, everybody. Going and shot for your positions. I have another two timeouts. It's a lot of times. I must stop it, this guy who make here always everything for me. Asim, is your defense? Who is for you here? You can't go out from the other side. But always he's waiting for you. If you have to sprint, you go to open. Now, after two positions, man to man, you go to change zone. But after my signal, okay, après deux positions, on va changer. On va faire la zone de toi. Combien tu étais à l'investir? D'accord? Mais maintenant, c'est la défense individuelle. Allô? جاج دائما كينبه كيبغي ديما يدير ديك الديفونس ميكس ما بين لازون وما بين الانديفيديال باش يخلق واحد الارتباك عند الخصم ديالو عند شباب الريف الحسيمي. الارتباك اللي كان واضح في الدقائق الماضيه الان في حدود اكيد الشوط الرابع هو النهائي من خلاله سنتعرف على الفريق الذي اكيد ينتصر في هذه المواجهه 45. باقي الوقت الامور تصب في مصلحه فريق الاتحاد الان بشكل كبير، لكن مازال هناك وقت كبير وكبير بامكان النتيجه تتغير في اي لحظه. تابعوا لشباب الريف الحسيمي اللاعب عادل مقصود كتمشي لمستوى الجهه اليمنى تبعها نينات بشكل جيد وسطات لفلاديمير. خطا من فلاديمير. فلاديمير ميسوفيتش اللاعب السربي يضيع الكرة ويمنح اكيد الخطا لفائدة فريق الاتحاد. يمنح الخطا لفائدة فريق الاتحاد 50 مقابل 40. هنا ارتباك كبير وقع عند الخماسي ديال شباب في الحسيمي، واجب على زيركو باش يحاول يغير على الاقل جوج اللعابة باش واحد دقيقة ودقيقتين في التنفيذ. غيكون اسماعيل بواكو اظن. بالفعل اسماعيل بواكو لاعب فريق الاتحاد. هنا كاين دو لونسي فرون وكاين بوسيسيون دابال، دونك ممكن عاوتاني الاتحاد تا هو عنده تكون عنده فرصة أخرى. بالفعل هذه كرة أولى ضائعة. ضائعة اسماعيل بواكو. يتحاسبوا على هذه الضايعة ديال المساندة والتشجيع من شارب جمهور فريق الاتحاد. قلت نأمل أنه المقابلات المقبلة هنا بقاعد زيادة نشوفوا فيها الاجواء اللي كنتابعوها في اكيد في المباريات ديال كرة القدم. ملعب الكبير بمدينة طنجة، اكيد جمهور مدينة طنجة اللي سجل حضوره بشكل راقي وكبير وكبير جدا في البطولة الوطنية هذا الموسم. يعني اجواء احتفالية تشجيع طرق جميلة وجميلة جدا طريقة اكيد الجماهير العالمية. نتمنوا كما قلت ذلك يكون